بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبالسند الصحيح المتصل إلى إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن بردزبت البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر الصالحين إلى يوم الدين. قال: باب صوم شعبان. باب صوم شعبان. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. حدثنا معاذ ابن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفي هذا الباب الذي ترجم له الإمام البخاري بقوله باب صوم شعبان، يكون الإمام البخاري قد دخل في الحديث الثاني من الأحاديث التي تتعلق بصيام التطوع، إذ كان الكلام في السابق عن صيام الفرض. ومنذ الحديث الماضي الذي كان فيه خبر سلمان الفارسي مع أخيه في الله أبي الدرداء، حيث أمره أن يهتم بزوجته وأن يقوم بأمر نفسه وبيته، وأن لا يجعل تعبده حائلا بينه وبين قيامه بالواجبات والحقوق، ألا يقدم النفل على الواجب، كان ذلك دخولا إلى الكلام عن التطوع وميزان التعامل مع الفريضة والتطوع. وفي هذا الباب يسرد لنا الإمام البخاري، يروي لنا حديثين عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل عن فعل النبي، ترويه السيدة عائشة، ترويهما السيدة عائشة رضي الله عنهما. في الحديث الأول تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، أي خلاص يوالي يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم حتى نقول هذا خلاص قرر أن لا يفطر، سيصوم عمره كله، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ثم يوالي يفطر ويفطر ويفطر في غير رمضان، في الكلام عن الأشهر الأخرى يفطر ويفطر ويفطر حتى نقول خلاص الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ترك أمر الصيام النافلة، فيعود إلى الصيام مرة أخرى. قالت: وما استكمل، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر أي كاملا إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، أي أنه كان يكثر صيام شهر شعبان أكثر من الشهور الأخرى. وفي الحديث الثاني تعود فتقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، الذي تقدرون على الاستمرار عليه، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت. ومن ذلك الأعمال الصالحة، قلت: وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. في هذين الحديثين في هذا الباب عدد من المسائل. المسألة الأولى: نستفيد استحباب الإكثار من صوم أيام شهر شعبان. وسئل في غير البخاري عن إكثاره صلى الله عليه وسلم من صيام أيام شهر شعبان، لماذا تكثر الصيام في شهر شعبان؟ فقال: إنه شهر وقع بين رجب ورمضان، إنه شهر وقع بين رجب ورمضان، فيغفل الناس عنه. ما المقصود بذلك؟ رمضان الناس تصومه فريضة،
ورجب الناس تكثر الصيام فيه لأنه من الأشهر الحرم ويستحب الإكثار من الصيام فيه. فلما وقع شهر شعبان بين رجب وبين رمضان الناس كانت تصوم وتستعد للصيام، فبالتالي تغفل الصيام في شهر شعبان. قال: فأحببت أن تعرض أعمالي، وإنه في رواية أخرى: وإنه شهر تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. وأورد أيضا الإمام ابن حجر العسقلاني في الفتح في شرح البخاري رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه شهر تكتب فيه الآجال، تقضى فيه الآجال، أي يكتب في اللوح المحفوظ، يظهر في اللوح المحفوظ لأهل السماء فلان سيموت في هذه السنة في تاريخ كذا. فإنه شهر تقضى فيه الآجال، فأحب أن يقضى أجلي وأنا صائم، أي يظهر الأمر بتحديد أجلي وأنا على الصيام. فذكرت هذه الروايات حكمتين للإكثار من الصيام، أو ثلاثة حكم من الإكثار من الصيام في شهر شعبان تنفلا. الحكمة الأولى أنه شهر تكثر غفلة الناس فيه، خرجوا من شهر تعبد وتنسك، وهو شهر رجب شهر حرام حرمه الله عز وجل وجعل له قدرا عظيما، ويدخلون إلى شهر فريضة وهو شهر رمضان، فبالتالي تغفل الناس، فيحب أن يتقرب إلى الله في الوقت الذي تكثر فيه غفلة الناس عن الله. لهذا كانت صلاة الضحى من آكد السنن، من أفضل السنن. قالوا: لماذا؟ قال: لأن صلاة الضحى تأتي في الوقت الناس فيه مشغولون بالدنيا، وقت الضحى في الغالب الناس في الأعمال في الأشغال، فإذا استطاع الإنسان أن يقتنص وقتا يصلي فيه لله تعالى ركعتين أو أربع ركعات أو ما تيسر له في وقت الضحى، كان أرجى للقبول عند الله. الوقت الذي الناس تغفل فيه عنك يا رب أنا أقبل فيه عليك. ولهذا كانت فضيلة صيام أيام الإكثار من شهر شعبان. الفضيلة الثانية أنه شهر تعرض فيه الأعمال على الله كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومسألة عرض الأعمال ليس لها علاقة بالعلم الإلهي، الله عز وجل مطلع سواء عرض عليه العمل أو لم يعرض عليه العمل، الله علمه قديم باقي كصفاته سبحانه عز وجل، فهو يعلم أنك ستعمل قبل أن تعمل، فهو ليس بحاجة أن يعرض عليه جل جلاله وتعالت عظمته. ولكن هناك حكم في عرض الأعمال عليه، من هذه الحكم التي تظهر للبشر أن الله عز وجل من عنايته بخلقه أن جعل وقتا تعرض فيه عليه أعمال هؤلاء الخلق إجلالا لبني آدم. الله عز وجل كرم بني آدم وأعطاهم خلافة في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، فمن كرامة بني آدم أن يجعل الله عز وجل وقتا يكلف فيه الملائكة أن تعرض عليه جل جلاله وتعالى عظمته ماذا فعل من أقامهم الله تعالى خلفاء في الأرض. وفي ذلك عبرة لمن ولاهم الله أمور المسلمين، من جعله الله متوليا على أمر من أمور المسلمين وكان له أعوان، هذا كلفه بكذا وهذا بكذا، مثلا رئيس الشركة هذا تولى أمرا من أمور المسلمين، مدير القسم ومدير القسم ومدير القسم الذين يتابعون، ينبغي أن يستعرض أعمالهم وأن ينظر ماذا فعل هذا وماذا فعل ذاك وأن يتابع، لأنها مسؤولية عليه أمام الله عز وجل. فإن كانت رتبته أو ولايته أكبر كأن يكون واليا على بلدة أو يكون حاكما لبلد، فالمسؤولية من الله عز وجل تكون أثقل وأكبر عليه، وهو مسؤول أن يعرض عليه. إذا كان رب العزة جل جلاله وتعالت عظمته وهو العليم الذي لا يحتاج إلى أن يعرض عليه ليعلم، هو عليم دون أن يعرض عليه، ومع ذلك ليبرز عظمة المسؤولية عظم التحمل الأمانة جعل وقتا يعرض فيه سبحانه وتعالى عليه عرضا ما يفعله الذين أقامهم سبحانه وتعالى خلفاء في الأرض، فما بالك بمن تغيب عنهم الأشياء من البشر الذين لا يستطيعون أن يطلعوا على علم الغيب، كيف أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. الحكمة الثالثة قضاء الآجال، لعل الرواية فيها ضعف مسألة قضاء الآجال في شهر شعبان، لكن إيراد الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني شارح البخاري لها في شرح البخاري فيها ما يشير إلى استحسانه إلى الأخذ بها. ومعلوم لديكم أن الأحاديث الضعيفة جمهور أهل السنة والجماعة على الأخذ بها في فضائل الأعمال. ما معنى فضائل الأعمال؟ الأمور التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، التي لا يوجد فيها تشريع أحكام، مثل ماذا؟ مثل صلوات السنن، مثل المستحبات، مثل الأذكار والأوراد. قرأت أن هناك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي 80 مرة بعد عصر الجمعة غفر الله له ذنوب 80 سنة. الحديث في سنده ضعف، لكن الضعف الموجود في سند الحديث لا يبرر قط أن نترك مثل هذه الفرصة،
فالجمهور أهل السنة علماء الحديث أهل الحديث يقولون كالإمام ابن حجر العسقلاني من المحققين، كالإمام ابن الصلاح، كالإمام النووي في مقدمة الأذكار، يقولون أن الأحاديث الضعيفة يؤخذ بها في فضائل الأعمال. مر معنا قبل مجالس أن ذكرنا أن ورع أهل هذا الزمان منكوس في أمور فضائل الأعمال، يتورع يقول احتياط، يمكن هذا الحديث ضعيف أحسن ما أعمل به احتياط لأكون غلط. يقول لا، حديث ضعيف وفي أعمال صالحة أعمل به احتياطا، ربما يكون هناك ما يصحح فعله. لأن كلمة حديث ضعيف ليس معناها أن النبي لم يقله. ما معنى كلمة حديث ضعيف؟ معنى كلمة حديث أن أحد حديث ضعيف أن أحد الرواة في السند إما يعني في آخر سنه خلط فيخشون أن يكون غفل، أو يكون حرقت كتبه فيكون في حفظه سوء، أو يكون هناك شك في التأكد من اسمه. فهناك احتمال كبير لأكثر الأحاديث الضعيفة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. ها؟ أكثر الأحاديث الضعيفة هناك احتمال كبير أن يكون رسول الله قد قالها، لكن نزلت من مرتبة الصحيح والحسن إلى الضعيف احتياطا. فلهذا الاحتياط في فضائل الأعمال أن تعمل، وليس الاحتياط في فضائل الأعمال تقول هذا حديث ضعيف لا تعمل. يا فلان الاكثار من الصيام في رجب، رجب شهر الله الحرام، قال لا أحاديث شهر رجب فيها ضعيفة احتياطا ما نعمل بها. نقول احتياطا نعمل بها، لأن في الحديث أن النبي يقول لك اعمل كذا، احتمال يكون قال واحتمال لا يكون قال. إذا احتياطا سأعمل حتى لا أفوت على نفسي فرصة الأجر. فقط في الحلال والحرام الأحاديث الضعيفة لا يؤخذ بها. وحتى في الحلال والحرام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مذهبه يرى أن الحلال والحرام يؤخذ فيها في الأحاديث الضعيفة إذا لم ترد فيها حديث صحيح. المسألة التي لم يرد فيها حديث صحيح ولا حديث حسن، الإمام أحمد بن حنبل يرى تقديم الحديث الضعيف على القياس في مذهبه، بالرغم أن العلماء الآخرين يقدمون القياس عليه في الحلال والحرام. والإمام النووي يقول أن الأحاديث الضعيفة يؤخذ بها في الحلال والحرام في الورع. ما معنى في الورع؟ المعاملة هذه تجوز أو لا تجوز؟ البيع بهذه الطريقة حرام أو حلال؟ لم يرد فيها حديثا معينا، لكن هناك حديث ضعيف يقول أنها حرام، قال هنا يؤخذ ورعا بالحديث الضعيف فتترك المسألة تورعا، يستحب أن تترك أخذا بالحديث الضعيف. السائد اليوم في عقول الناس أن كلمة حديث ضعيف يعني ارميه إلى جانب، هذا كلام خطير وخطأ. الحديث الضعيف جمهور أهل السنة، تعرفون ما أنا كلمة جمهور؟ جمهور علماء أهل السنة، أي الغالبية يكاد يصل إلى الإجماع عند أهل السنة بأن الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال وما دونها. ما هو دون فضائل الأعمال؟ السير، المناقب، التواريخ. فكل حديث ضعيف يرد في سيرة أو يرد في تاريخ أو يرد في مناقب في فضائل الصحابة أو فضائل من يأتي من بعدهم أو في علامات الساعة يؤخذ بها في يؤخذ بالأحاديث الضعيفة، إلا إذا اشتد الضعف إلى درجة الموضوع أو إذا عارضت حديثا صحيحا فيأخذ الحديث الصحيح مقدما عليها. اتضحت القاعدة هنا في العمل بالحديث الضعيف، نريد أن نؤكد على هذه المسألة. اليوم الشباب إذا أقبلوا على التدين صاروا يسمعون من يتكلم اليوم يقول حديث ضعيف ضعيف خلاص ضعيف يعني يرميه. لا، حديث ضعيف هناك احتمال كبير أن يكون رسول الله قد قاله. فالورع الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عمل أهل العلم، الأخذ بالحديث الضعيف في المناقب، في السير، في التواريخ، في أشراط الساعة، في علامات الساعة. ولهذا من الأخطاء التي تحصل عند كثير من طلبة العلم اليوم إذا تناولوا كتب السيرة أن يحاولوا أن يصنفوها صحيحة وضعيفة، يقول هذا صحيح السيرة النبوية. لماذا صحيح السيرة النبوية؟ المعمول عليه عند علماء السيرة في السيرة النبوية يؤخذ بالصحيح وبالحسن وبالضعيف. فالأخذ بالصحيح دون الضعيف في علم السيرة بدعة ظهرت في المتأخرين في علم الحديث، لم تكن عند علماء الحديث المتقدمين. ترى كبار علماء الحديث إذا ألفوا في علم الحديث تحروا تفريق بين الصحيح والحسن والضعيف. إذا تكلم الفقهاء في الأحكام الفقهية لاحظوا الصحيح والضعيف. لكن كبار العلماء إذا ألف أحدهم في الحديث وتحرى الصحيح إذا دخل في فضائل الأعمال لم يبالي وأخذ بالضعيف. إذا أخذ يؤلف في علم السيرة لم يبالي وأخذ بالضعيف. ففصل الأحاديث الضعيفة عن ميدان السيرة، عن ميدان فضائل الأعمال، عن ميدان التراجم، عن ميدان التواريخ، عن ميدان أشراط الساعة بدعة ظهرت بين أهل العلم سيئة لم يكن عليها عمل السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولم يكن عليها عمل المحدثين الذين جاءوا من بعدهم. واستغل من رأى هذا الرأي من المتأخرين انتشار عدم العلم بين الناس، يعني جهل الناس بالعلم. فأصبح الواحد لأنه ما درس ولا أخذ العلم ولا يعني ما أعطى العلم وقته الكافي، هو غير مطالب أن يدرس كل العلم، هو في مجال حياته يأخذ ما يتعين عليه معرفته الضروري ويشق مجال الحياة. فيسمع كلمة يقول حديث ضعيف، كلمة ضعيف عند العرب يعني ضعيف، يا ضعيف خليني بعد من الضعيف خليني مع القوي احتياط. فيتبادر إلى أذهان الناس خلاص لما دام ضعيف خلك منه،
فلان هذا يجيب لنا حديث ضعيف لا أترك. لا، ما من إمام من أئمة الحديث وأئمة الفقه إلا وأوردوا أحاديث ضعاف في مواطنها. مثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هل يوجد عندنا كتاب أصح من صحيح البخاري؟ لا يوجد بعد كتاب الله عز وجل أصح من صحيح البخاري. أصح كتاب في علم الحديث صحيح البخاري، لما جاء يؤلف في الصحيح دقق، لكن لما جاء يؤلف في الأدب الآداب النبوية ألف كتابا سماه الأدب المفرد، أورد فيه أحاديث فيها الضعيف، لم يرى في ذلك خطأ، وهو يعلم الضعف بدليل أنه لم يرده في الصحيح، هو يعلم أنه أقل منزلة، أن الحديث هذا عليه خلاف، ولهذا لم يدخله في صحيح البخاري، ومع ذلك أورده في كتابه الأدب المفرد. ألف الإمام البخاري كتابا آخر سماه التاريخ، التاريخ الكبير الإمام البخاري، لما ألف التاريخ الإمام البخاري أورد رواية ضعيفة في كتابه التاريخ. لماذا؟ لأن مسلك أهل العلم إذا ألفوا في التاريخ أن يأخذوا بالأحاديث الضعيفة. أيهما أفضل في علم التاريخ؟ أن تأخذ بحديث ضعيف احتمل ورودها عن النبي، أو تأخذ بكلام فلان وفلان من المؤرخين؟ أيهما أقرب إلى الأخذ به؟ شيء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيعني فلزم التنبيه على هذه المسألة. أنا أقرأ كثير من المطويات التي تأتي أو الكتيبات الصغيرة، وأسمع في بعض الأشرطة لا أحاديث ضعيفة لا تأخذوا بها، لم يرد فيها إلا حديثا ضعيفا. رأيت في إحدى المطويات المعلقة في بلدان أخرى في بعض المساجد في أداب الوضوء أداب الصلاة، تجد مكتوبا ولا تقل عند الإقامة أقامها الله وأدامها، لأنها لم ترد إلا بحديث ضعيف في سنن أبي داود. هذا جهل، هذا جهل إذا قال هكذا. الحديث الذي ورد في سنن أبي داود، أبو داود التزم أن لا يورد شديد الضعف، فإذا هو ليس بشديد الضعف. وقولك أقامها الله وأدامها هذه أليست من فضائل الأعمال؟ هل هي وجوب؟ هل هي حلال وحرام أو فضائل أعمال؟ فضائل أعمال. وما معنى أقامها الله وأدامها؟ يعني تدعو أن تقوم تستمر الصلاة قائمة في الأرض. فأنا أنهى الناس أن يقولوا أقامها الله وأدامها، وأن يدعو أن يستمر فضل إقامة الصلاة في الأرض، لأني رأيت أن الحديث في سنن أبي داود ضعيف. هذا سامحوني في الكلمة، هذا جهل بمسلك أهل العلم. والمشكلة عندما يتحول الجهل إلى كتيبات وإلى كتب وإلى لوحات تعلق في المساجد، هذا مخالف لما عليه جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة. هذا المسلك أحببنا التنبيه عليه، لأنه في اليوم والليلة تتعرضون له وتسمعونه في أعمالكم وفي أماكنكم. إذن يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومن أراد أن يتوسع في هذه المسألة أو أن يقرأها أو أن يتأكد من صحة كلامي في هذه المسألة فليرجع إلى مقدمة كتاب الأذكار للإمام النووي. الإمام النووي إمام أهل الحديث وإمام أهل الفقه في عصره، يعني موثوق عند أهل الحديث وعند أهل الفقه. النووي إذا قيل النووي لا يحتاج أن نعرف، تعريف المعرف تنكير له. الإمام ابن حجر العسقلاني ارجعوا إلى كلامه في ذلك، ارجعوا إلى كلام ابن الصلاح وهو معتمد عند أهل الحديث، ارجعوا إلى شرح ألفية السيوطي في الحديث، ارجعوا إلى شرح ألفية العراقي في علم الحديث في علم المصطلح، سترون أن هذه المسألة مضطردة عند علماء أهل السنة والجماعة، وأن الاستهتار بالحديث الضعيف ذنب. عندما يستخف أو يحتقر الإنسان حديثا لأنه ضعيف، هذا نخشى على دينه. تعرفون لماذا؟ لأن هذا الحديث هناك احتمال كبير أن يكون رسول الله قد قاله، فكيف أنتقص من قدر شيء؟ عندي احتمال كبير أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد قاله، فلزم التنبيه. صار هذه الفائدة الأولى، أنه يستحب لنا الإكثار من صيام في شهر شعبان، وتفرعت عنها مسألة العمل بالحديث الضعيف. الفائدة الثانية، هل كان رسول الله يصوم الشهر كاملا في شعبان؟ في شهر شعبان يستحب كثرة الصيام، هذا فهمناه، لكن هنا شيء في صورته تعارض، ولا يتأتى أن يتعارض كلام النبي أو كلام الصحابة إلا في فهمنا أو يحتاج إلى استبيان. الحديث الأول تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. تقول ما استكمل شهر كامل للنفل إلا رمضان هذا الفرض. في الحديث الآخر تقول لم يكن النبي يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. طيب يا أمنا يا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنك وأرضاك، في الرواية الأولى قلت لنا ما استكمل شهرا كاملا، في الرواية الثانية قلت ماذا؟ يصوم شعبان كله. هذا الذي يحصل من صورة التعارض فيه فوائد كبيرة نريد ننبه عليها في درسنا هنا. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا قرأ رواية لا ينبغي أن يطير بهذه الرواية وخلاص وينشر بين الناس عندي دليل الآراء الأخرى خاطئة فلان. نعم نحترم الإمام مالك، لكن عندنا دليل من السنة أولى من كلام مالك. مالك لم يخرج عن السنة يا عاقل. الدليل الذي عندك ربما يكون مالك قد سمعه وقرأه، لكن عنده دليل أرجح منه أنت لم تقرأه،
أو الشيخ الذي أعطاك هذا الدليل لم يقرأه، من نحن ومن مالك؟ إمام دار الهجرة لا يفتى ومالك في المدينة، يقول الإمام الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم. الإمام الشافعي يقول هذا مع أنه اختلف مع الإمام مالك في بعض المسائل، ومع ذلك ماذا قال؟ إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ما قالوا، ما قال الإمام الشافعي أنا عندي أدلة أقوى خذوا بأدلتي واتركوا كلام مالك، ما قال هكذا. ولما ذكروا الإمام أبي حنيفة الإمام الأعظم رحمه الله تعالى، قال الإمام الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، أي عالة، أي تلاميذ، أي في فضل أبي حنيفة. الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، من الذي قال هذا الكلام؟ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي أكثر الأئمة اختلافا مع أبي حنيفة في مسائلهم الفقهية، وأقوى خلاف في أصول الفقه في كيفية الاستنباط بين مدارس الفقه الإسلامي، المدرسة الشافعية والمدرسة الحنفية، ومع ذلك يقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، يقول نحن تلاميذ لأبي حنيفة في الفقه. هذا ليس مجاملة، هذا أدب وهذا إنصاف. طيب يا شافعي تقول الناس الفقه عيال عليه وخالفته؟ قال نعم، عندي أهلية الاجتهاد والعلم والاستنباط، ووجدت أن هذه المسألة ترجح عندي خلافها، لكن ترجح خلافها أين؟ عندي. الإمام الشافعي في نظري أن الدليل أقوى بخلاف الكلام الذي قاله أبو حنيفة، لكن ما جاء للأحناف وقال أنتم على باطل، أنا عندي دليل، تتبعون الدليل ولا تتبعون أبي حنيفة؟ كل يؤخذ من قوله ويرد، أبو حنيفة هذا يخطئ ويصيب، اتركوا كلامه. ما قال هذا، قال أنا الذي فهمته من الدليل كذا خلاف أبي حنيفة، لكن أبو حنيفة عالم كبير، إن أخذتم برأي وإن أخذتم برأي أبي حنيفة، إن أخذتم برأي مالك أو أخذتم برأي أحمد، هذا التنوع يثري علم الفقه الإسلامي. هذه النظرة في زماننا صارت تتقلص، ونشأ بيننا ناشئة من الشباب فيهم بركة وفيهم خير وعندهم حرص على الدين وحرقة على السنة، لكن لقلة العلم، لقلة التأسيس العلمي عندهم، إذا سمع أحدهم رواية كهذه مثل رواية السيدة عائشة ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صيام شهر إلا رمضان، هذا دليل أن الذي يصوم شعبان كامل بدعة، لا، ما استكمل النبي إلا رمضان، التزموا السنة. نقول ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا يكون الأمر. أوردها سعد وهو مشتمل، يا سعد ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا تورد الإبل. أنت هذه الرواية التي وقفت عليها لا توجد رواية ثانية تقول أنه كان يصوم شهر شعبان كله. طيب أنت أخذت بآراء العلماء الذين أخذوا بالرأي الأول، أنت على خير، لا تصوم رجب كله، ما أحد يكلفك، لأن الصيام في رجب من أصله ما حكمه؟ مستحب وليس فريضة، ما هو فرض نفل، لكن إنسان يتقرب إلى الله ويصوم تأتي وتفطره، تمنعه عن العبادة، تمنعه عن التقرب. كنا قبل 3 سنوات في الحج في يوم عرفة في يوم السبت، واتصلوا بنا الناس من الإمارات هنا يقولوا الحق يا شيخ علينا، في مشايخ ومطاوعة يكلمونا يقول افطروا افطروا، النبي نهى عن صيام يوم السبت، في حديث في النهي عن صيام يوم السبت، قالوا فطرونا ونحن صيام في يوم عرفة. قلنا هذا من الجهل القبيح، هناك روايات وردت عن في النهي عن صيام يوم السبت، أي تخصيص يوم السبت بالصيام، الذي يقول سأصوم كل سبت، لا، هذا يوم السبت يوم عطلة اليهود وحدهم، لكن نحن المسلمون إن صمنا الجمعة وصمنا السبت معها لا إشكال، عطلنا الجمعة وعطلنا السبت لا إشكال، لكن أن يخصص السبت بعينه من بين الأيام، نهى النبي أن يخصص يوم السبت بالصيام بعينه. لكن تفطر أناس يصومون يوم عرفة الذي قال فيه الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله إني لأحتسب عند الله أن يكون كفارة للعام كله، وفي بعض الروايات أن يكون كفارة للعام والعام الذي يليه، يعني الذي يصوم في يوم عرفة يغفر الله ذنوب العام كلها التي مرت عليه إلا الكبائر، وفي رواية أخرى أن الله يغفر ذنوب العام الذي يأتي بعده، تفوت على الناس الفضيلة هذه كلها لأنها قرأت حديث ينهى عن الصيام يوم السبت. فهذه من الأشياء التي انتشرت بين الناس وهي خطأ، الاشتراع على إبطال عبادات الناس وتقربهم إلى الله. إنسان يصوم في يوم النصف من شعبان، لا بدعة، لا تصوم في يوم النصف من شعبان، استغفر الله العظيم. أولا يوم النصف من شعبان من الأيام البيض التي يستحب صيامها في كل الأشهر 13، 14، 15، ها باستثناء شهر ذي الحجة 13 على اعتبار أنه من أيام التشريق، لكن يستحب الصيام في كل الأيام البيض في كل الأشهر الأخرى، ها، فهذا يأتي ويفطر الناس، كيف تفطر الناس؟ هذا شيء استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا يتأتى أن تنهى الناس عن الطاعات، عن القربات إلى الله. فلان يأخذ المسبح يذكر الله يصلي على النبي، عنده 1000 من الصلاة على النبي، يقول لا ما ورد أنه 1000، ما ورد أنه 1000، من صلى علي 100 صلى الله عليه بها،
ألفا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي أن نجترئ على عبادات الناس نوقفها، نضعف طاعات الناس، هذا لا ينبغي أن يكون. وأخشى على الذي يفعل ذلك أن يحاسبه الله يوم القيامة، أن فوت على الناس فرصة الحسنات. يا إخواني، نحن ما نصدق أن الناس يقبلون على الطاعة، ما نصدق أن الناس تتشجع اليوم. ملهيات الدنيا وغفلة الدنيا والشهوات والمعاصي أخذت عقول وقلوب الناس، فإذا وجدنا من الناس من أقبل يريد يتقرب إلى الله شجعه، لا تقول أوقف ولا توقف، شجع الناس اليوم على الأعمال الصالحة. فأخذنا من ذلك أن مع التعارض الذي قد يحصل في بعض الروايات، لا ينبغي للإنسان إذا سمع رواية يهجم على أعمال الآخرين لأنه سمع رواية. ما سمعتم أناس يقولوا لا تصوموا الشهر شعبان كله، لا تصوموا رجب كله، وهذه بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام. طيب في الرواية الأخرى في صحيح البخاري تقول أنه بل كان يصوم شعبان كله أمامنا. نقول هذه مسألة، الفائدة الأولى من هذا الحديث. ما هي الفائدة الأولى؟ أن لا نأخذ تعارضا بين الروايات، نأخذ جزء من رواية، أن الإنسان إذا سمع رواية لا يبني عليها حكم وينطلق قبل أن يتأكد من الروايات الأخرى. والأسلم من ذلك أن تنظر ماذا قال الأئمة، ماذا قال مالك، الشافعي، أبو حنيفة، أحمد، ماذا قرروا في هذه المسألة، أنهم قرأوا هذه الحديث وحفظوها وخبروها وعرفوا كيف يستنبطونها. أما المعاصرين الذين نقدرهم ونحترمهم، يعني عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، ووقف على حديث غاب عنه الحديث الآخر. من هذا الذي يعيد النظر في أدلة الشافعي ولا مالك ولا أبي حنيفة ولا أحمد؟ نعم نتعلم أدلة الشافعي، نتعلم أدلة مالك وأبي حنيفة وأحمد، لكن نعيد النظر فيها يعني المسألة؟ ولسنا بحاجة إلى أن نرجح. البعض يقول أن نرجح أيهما أصح في هذه المسألة، الشافعي أو أحمد. الذي يرجح الشافعي أو أحمد ينبغي أن يكون في مستوى الشافعي أو أحمد، والذي يرجح من أصح في المسألة الشافعي أو أحمد. وأيضا أنا لا أحتاج إلى الترجيح. لماذا لا أحتاج إلى الترجيح في المسألة؟ لأن علم الفقه الحلال والحرام يختلف عن العقيدة، وقد مر معنا الكلام في ذلك، يختلف عن العقيدة بمسألة أنه لما تتعدد الأقوال يكون أفضل أرحم بالناس. فلا تقول خلاص الراجح كذا، ممكن نقول الأحوط كذا للخروج من الخلاف كذا، لكن الراجح لا، كله راجح. هو راجح عند الشافعي، وراجح عند أحمد، وراجح عند مالك، وراجح عند أبي حنيفة. والشخص الذي يجي في زمانه يقول لك أنا الأرجح من الأدلة كذا، نقول الأرجح عندك صح، الأدلة التي نظرت فيها نظر فيها الشافعي فرجح كذا، ونظر في نفس الأدلة أو في أكثر الأدلة الإمام مالك فرجح كذا، وأنت نظرت بين اختيار الشافعي ومالك في أدلتين فرجحت كذا، فهو الأرجح عندك وليس الأرجح في السنة. نحن خرجنا من هذا الحديث بثلاث فوائد: استحباب الصيام في شعبان لثلاثة أسباب ذكرناها، الناس تغفل عنه بين رجب وبين رمضان، وتعرض الأعمال فيه على الله وتقضى فيه الآجال. الفائدة الثانية العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وفي السير وفي المناقب وفي التواريخ وفي أشراط الساعة، هذا منهج أهل العلم. الفائدة الثالثة الأحاديث التي قد يحصل في صورتها تعارض، أو الروايات التي قد يحصل في صورتها تعارض، لا ينبغي لأحد منا أن يستعجل سمع حديث يقوم يهدم شيء موجود، شيء موجود آباؤنا وأجدادنا عن علم كانوا يعملونه. لا لا خلاص اكتشفنا حديث أن هذا غلط وقفوه، لا تستعجل في إيقاف شيء موجود أبا عن جد، وعلماء رأوه وأقروه، لأنك أنت وقفت على رواية أو شيخك وقف على رواية عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. فلا يستعجل الإنسان في الحكم، بقي إن شاء الله عز وجل الكلام عن حل هذا الإشكال التعارض. طيب كيف نفهم التعارض الذي حصل بين الروايتين؟ عائشة تقول ما استكمل صيام شهر إلا شهر رمضان، ثم تقول عن شهر شعبان أنه صامه كله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من العلماء العاملين، الدعاة الناصحين، الأولياء الصالحين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تب علينا توبة نصوحة، طهرنا بها جسما وقلبا وروحا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.